الله 17 يناير 2021 تمام يا عم. بسم الله ما شاء الله. ولازم تكون حلة الطبخ من النحاس. مش ده السكر عادي وسكر جلوكوز؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. دي مكسبات طعم بقى. حلة الطبخ. وكما ذكرنا يجب ان تكون الحلة من النحاس. لا يا عم بكشفوش. والجلفة من الخشب. حلة من النحاس والجلفة من الخشب. الجلفة او الايد يعني. ايه الجمال ده يا عم؟ اللهم صل على النبي، انت بتخلط مع حلة الطبخ؟ ايوه ده شغل جديد. التلاميذ ده استاذ؟ اللهم صل على النبي. لا بس ده اذا كان انا يا استاذ يعني الجانب العملي ده مهم وجميل. يلا يا عم. زي يعني. عم دوري خليك معانا دوري يا بابا يا بابا كل الشكل طيب ماشي روح انا عارف يا عم وروق نفسك الحلة النحاس الحلاوة البلدية الحمصية خليك معانا دوري ده ما احنا معاك دوري الحلاوة البلدية خلاص بسم الله ما شاء الله